السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الفيديو سويته للنوادين السعودية، شو تستعمل تعديل لبعد ما تصور، بعد التصوير انا استعمل اللي هو البرنامج اللي هو اللايت روم مثلا اللي يخل كرياتيف كلاود، قلت بعدل صورة واراويكم شو ممكن البرنامج يسوي لكم وكيف ممكن تستعملونه. طبعا في اساسيات تعرفونها اللي هي امبورت فوتوز اند فيديوز، انا ابدأ طبعا انزلهم في ملفات، انا احب دائما يكون مرتب عندي حتى بالتاريخ مرتب واعرف شو قاعد يستوي عندي على الديسكتوب. مثلا انا عندي ملف خاص للصور فقط اللي هي هنا، شوي بطيء عندي عليكم لان موصل بنتورك. انا مثلا انزل اختار الملف اللي اباه وانزله على اللايت روم، ممكن يطول معاكم شوية لكن الأمور طيبة، حسب كم صورة ممكن ياخذ وقت. يعني هني بختار هذا الملف اللي كنا طلع تصور قلنا نضبط الصورة. أهم شيء العدة الأساسية، هذه العدة الأساسية اللي يمكن راح أشتغل عليها بس الانستغرام، أنا ما أشتغل وايد أو ما أعدل، أحاول قد ما أقدر أقلل التعديل على الصورة حسب تكون أحسن. بنعدلها. الأدوات اللي هني ما راح نستعملهم كلهم، بس بنبدأهم واحد بواحد، راح أحاول الأمر عليهم وأنا أعدل أساس تعرفون. أول شيء الكروب تقص الصورة، بالنسبة لي أنا راح أسويه الإنستغرام، وأحلى قياس أنا أشوفه الإنستغرام هو قياسه الأصل اللي هو 1x1. طبعا حاول تخلي الصورة سيدة قد ما تقدر، نفرض أن هذه عندنا، راح أسويه بالطريقة هاي. أحاول ألغي البطة الثانية من الصورة لكن أنا شبت اللي توصلك. ممكن نضيفها عادي حتى ما في أي إشكال، نضيف طرف منها بس إن البطل عندي البطل مالي هاي. شو الأساسيات اللي لازم تعرفها؟ أول شيء الإكسبوجر. الإكسبوجر هو كمية البيانات اللي عندك والإضاءة في الصورة موجودة، تقدر تطلعها بالإكسبوجر أو إنك تغمقها. وبعدين الكونتراست، الكونتراست هذا يركز لك على التفاصيل او يثقل التفاصيل على اساس انه يزيد لك الصورة. انا اول شيء احب اسويه اول شيء اعدل مقدار الاضاءة اللي عندي على حسب اللي بعدل عليه. بنزلها عشان تستفيد من الشاشة كلها. الحين وصلت الاضاءة اللي ابغاه، انا راح اخلي الكونتراست لين اخر شيء. انا احب الاضاءة دائما الهايلايت راح يزيد لي من تحديد الفوكس اللي على الصورة وراح يجملها لي ان شاء الله. يعني انا في العاده اخذ لين اخر شيء واشوف، بعدين شوفوا كيف تفاصيل الصوره بدات توضح، وبعدين اشوف اذا احتجت اني انقصه. في عندي ظله اللي ما اباها، ابغى التفاصيل تطلع في الطير ما ابغاها تختفي، اقوم اشيل الظلال اشوف كم النسبه المناسبه ده اني اشيل الظله هاي. وثاني شيء هو البنس بين الابيض والاسود، هاي اللونين جدا مهمين. دق الت بعدين نبدأ نشتغل على الصورة لين يكون فيها اسوداد، هي من افضل مراحل البلانس. نزيدها الصورة شوي كونتراست، طبعا في تفاصيل عندنا شوية تضيع فبنحسب اللي نزيد فيها الكونتراست. في حالات اخرى اذا عندي ظل وايد نفس الحالة هاي والوايت والبلاك بلانس مثلا، انا ما ابى ابدا اي اسوداد في الصورة، اللي اسويه هو احاول امشي معاكس الابيض والاسود، راح يخلي لي الصوره جدا فيها وضوح اكثر ويشد الشادوز. لكن تعويضا له اشل اللي هو ازيد الكونتراست حسب التفاصيل اللي ضاعت علي في الوقت هذا، ارد ازيدها مره ثانيه. صوره وايد منوره راح انزلها شوي، استعمل الاضاءه، شوف خطوات بسيطه كيف الصوره صارت. والكلاريتي، الكلاريتي يزيد حده الصوره والتفاصيل بشكل قوي، ممكن تشوفون الطريقة هاي كيف زاد. شوفوا نرجع عندكم طبعا الهيستوري، كل شيء تسويه في الصورة تسجل في البرنامج، ممكن ترجع تشيك على كل شيء سويته قبل كلاريتي بعد كلاريتي. انا طبعا ما احب بس اني ازيد منه وايد، لكن يوم احتاج شوية حدة على جزء معين احاول اوصل المكان اللي انا ابغى. نفس هني انا راضي في الحدة هاي. الالوان، الصورة بشكل عام محتاجة اللي هي لونين الأبيض والأصفر توازن ما بينهم، فيها شوية أصفرار
شوفوا إذا أخذت يسار كامل يزيد الأزرق، يمين كامل يزيد الأصفر. أنا محتاج أوصل للنقطة اللي هي أحس فيها الاتزان بين الصورتين ممتاز، ما في أصفرار زايد أو تكون زرقاء بزيادة. طبعا الألوان هنا تعرفين هالبيبرانس، هذا يزيد الأصفرار في الصورة، هذا ينقص الأصفرار ويحاول ياخذ باقي الألوان. أنت شو تحاول تزيد في الصورة؟ إذا ما عندك مثلا تبغى الأخضرار والأصفرار يزيد، تزيد هني تنقص هني. طبعا تشوف البلانس مال الصورة ممتاز تقريبا مثل ما هو، بس شوي بنزل الأصفرار زيد اللي على الصورة. تقدر تلعب في كل لون من التاب هذا، خلنا نفتح هذا تشوفون هذا ممكن تسوونه اللي هو الباك جراوند لايت والهايلايت في الباك جراوند. مثلا لو أزيد الإضاءة هني، هاي إضاءة الخلفية قاعد تزيد مش إضاءة ككل، يعني المصدر نفسه يزيد، المصدر قوة مصدر الإضاءة في الصورة، وينطبق على الباقين اللي هو ياخذ الصورة بشكل عام، ما ياخذ لك فوكس أو جزئيات منها. هنا هني تقدر تتحكم في كل لون بروحه. أنا هني الصورة أحس يبالها شوية أخضرار، يعني اللون الأخضر يزيد أساس الحشيش يبين، والأخضرار يزيد اللون. طبعا كل الألوان ممكن تلعب فيها، تشوفوا الريول الطير مش محتاج ألعب فيها طبعا، ريفيوس برجع لقبلي أو كنترول تريح راسك. هذه الصورة بشكل عام للحين، بس شوفوا مع التعديل يوم زدت الألوان الأصفرار تغير، رديت البالانس مال الوايت. حسب كذي أنا في العادة أخلي هذا آخر شيء، إلا إذا كانت صفرة بزيادة أو بيضة بزيادة. اللي بعده محتاجين الشارفنس، هي حدة الصورة. في حدة للصورة إذا ضاعت مع التعديل تستوي شوية معاناة. مثل شوفوا في حدة هني، نحن ممكن نحصل حدة زيادة للصورة عن طريق نزيد الحدة على الصورة. تشوفوا ممكن تشوفوا هني حتى هاي الحدة للصورة، نزيد شوي النويز دقوا ألت بعدين الماسكينج ونحدد مكانه. شو محتاج يبين كخطوط؟ محتاج الطير بس يبين، مش محتاج أي شيء ثاني يبين ما عدا الطير عندي حق الحدة هاي. ممكن تلاقون فرق في اللي تسوونه، لكن إذا شفتوا في وايد نويز، يعني في وايد نقاط نفس هني مع الشاربرس تزيد، اللومينس راح يمحيها لكن راح يضيع شوية تفاصيل للصورة، فحاسبوا كم انتو تحطون لومينس على الصورة هاي. هاي الصورة كيف طلعت؟ طبعا هذا بشكل بسيط ومبسط. إذا في شغلات ثانية تبون تعرفونها عن اللايت روم شو ممكن يسوي، ممكن تقولوا لي وانا اخبركم. طبعا هاي الصور مجمل. اخر شيء تشوفونه هذا قبل وبعد، هاي الصوره بعد اللايت روم، صوره قبل اللايت روم. انتم ممكن تشوفون هذا دائما شو تسوون عشان تعرفون كيف الصوره انتهت، هل هي احسن او انها مش احسن. هذا التعديل اللي انا راح اكتفي فيه اليوم. طبعا اذا عجبكم الفيديو دق لايك وسألوا اسئله تحت الفيديو، وراح اخلي لكم الانستغرام تحت. شوفوا الانستغرام، شوفوا الصور، شوفوا التوتوريال، وسألوني وإن شاء الله راح أسوي لكم فيديوهات.